الاسم ديالي المهاجي نجيم دوار قبقب قيادة عين بوعلي لمطة. حنا كنتواجدو في هاد الأرض، هاد الأرض ساكنين فيها هادي مدة 60 عام، وحنا ساكنين فيها. عندنا مغارسات شادينها بالمغارسات، وعندنا مشتريات فيها، وعندنا حكم دعاونا على المغارسات على القسمة وقسمنا، هما خداو رزقهم وحنا خدينا رزقنا. وجا السيد دارنا الترامي على ملك الغير، دار بينا شيكاية عند وكيل الملك على الترامي على ملك الغير، وحنايا غارسين وشاريين وكل شيء شاريين. عندنا الأشرية، عندنا رسوم أشرية، وهذا السيد هذا اللي مشى دعانا على الترامي على ملك الغير، الوالد ديالو بايع لنا الواجبات ديالو في هذه الأرض هذه. عندكم الوثائق؟ عندنا الوثائق كاملة. نعم سيدي، على هذا الشيء اللي كنقولوا، وداروا لنا الترامي على ملك الغير، وحكمت علينا الابتدائية بالترامي بأن احنا مترامين، ولينا درنا استئناف، والاستئناف أيدت الحكم الابتدائي. وحنا دابا بالوثائق ديالنا، وهذه 60 عام وحنايا، وعندنا الإشهادات ب 12 ديال الشهود استفسارات عدليا بأن احنا اللي كنتصرفوا في هذه الأرض، وحنا اللي كنحرسوا، وحنا اللي غارسين، وهذه مدة ديال 60 عام وحنايا هنايا. وحنا كنطلبوا من المحكمة الموقرة باش دير لنا إعادة النظر في الملف، والمحكمة ما حكمتش بالرسومة، حكمت غير بناء على الشهود. وهاد الشهود هادو اللي شهدوا فينا عندنا عداوة معاهم، ورغم ذلك قدمنا للمحكمة بأن عندنا عداوة معاهم وشهدوا فينا شهادة الزور. السلام عليكم، أنا رشيد المهاجي، أنا خالق في هاد الأرض منطقة زقبقب جماعة عين بوعلي. أنا دابا في عمري 40 عام، وما عمرني أنا ما قريت وغرست، ما عمر ما قريت ولا قلت تالبة في المدرسة ولا نعرف المدرسة شنو فيها، وكان خدم وضربت الحفرة وغرست ووجد الزيتون، ومنين وجدته جا واحد أنا ما عرفتوش منين خرج، قال لك أنا هذه أرضي وديرنا الترامي وحنا بالرسم ديالنا وبالمغارسة غارسي، وقال لك انت، ومن حكمت علينا المحكمه الابتدائيه وحكمت علينا السيناف، وجاوا الشهود العزابه ديال هذا السيد وشهدوا فينا الزور باش يخرجونا من الارض ويدخلوا هما. هادشي علاش كيشهدوا فينا الزور؟ باش يخرجونا حنا ويستغلوا هما الارض، هذا هو اللي كاين. ومنين نعم سيدي جا بان غادي يخرجوا ينفذوا، وخرجوا وجا نعم سيدي المنفذ قال لك شنو كطلبوا؟ قلنا له كنطلبوا خبير يجي يحدد الارض. ومن بعد هذا الخبير اللي جا ما جاش الارض اللي فيها النزاع، مشى جابوا الفاسي وطلعوا وفرشوا له نعم سيدي الزرابي، وفرشوا له الزرابي وداروا له الحرشه والبيض مسلوق ودابحين له الذبيحه ودايرين له الغداء ومعشي تما. وانت الا كنت خبير قانوني خرج للعائل المكان الارض النزاع، ما تمشيش السير خبير تجلس لي على الشليه ودير التقرير اللي بغيتي انت، هادشي ما يمكنش. وانا كنقول عاش الملك، انا هادشي خصي يوصل لسيدنا. وجا المنفذ هنا وقال لي انا حاكم عليك الملك، وقلت له انا سيدي الملك ما كيحكمش عليا بالظلم. الملك، عاش الملك، تحياتي للملك، عاش الملك، عاش الأسرة العلوية داخل المغرب وخارج المغرب. الملك ما كيديش الناس، يحكم عليا بالحق، ماشي أنا بوراقية ونخرج فين غنمشي. ضربني هنا ب20 مليون، كنت كنحلم بحالي بحال الناس، وكلشي كيحلم، كاين اللي كيحلم بفيرما، كاين اللي كيحلم، أنا حلمت ندير دار في حياتي، وبعد ذهب للمرأة وبعد كسيبتي وتكرت ونبني الدار ودرت البلان. أنا ما كنعرفش وبشحال درت البلان، ضحك عليا أنا المهندس البلان 1,20,000 باش درتو، وما كاينش هاد الناس هذا باش كيديروا هاد البلان، وطحت ونط ودرت البلان 1,20,000، وجبت وجا المنفذ ووريتو البلان، قلت له البلان، قال لي سير بخر به، وهاد البلان أنا شكون اللي عطاه لي؟ واش ماشي من الدولة؟ أنا المشكل اللي عندي في هاد الأرض، أنا سميتي محمد المهاجي، وهادي 60 عام باش أنا هنايا. قبلت المغارسه وشاري وبعت رزقي في عين الهايج، كانت عندي المغارسه وليت شريتها
بغاو يبيعوا وشريت منهم، وعندي مغارسات داعينا عليها، وحكمت لي المحكمة وقسمنا بمول التنفيذ بجميع ما يكون بوراقي، عندي الرسم ديالي، عندي كل شيء، وهذا السيد بغى يدي لي بلادي. صلات علينا من السماء ما عرفناش شنو كاين. عندي الوثائق ديالي، عندي كل شيء، عندي الرسومه ديالي، عندي كل شيء عندي. وهذا السيد متعدي عليا بغى يدي لي بلادي لله وبالله.